للعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الإجابة فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم. شيخنا، تحدثتم في الحلقة الماضية عن بعض العبادات المتعلقة بالصيام، بدأنا بقضية القيام والتراويح، اليوم نتحدث عن قضية أخرى وعبادة أخرى متعلقة بالصيام تذكر بعد أبوابه، وهي قضية الاعتكاف، ونبدأ بتعريف الاعتكاف في المساجد لغة وشرعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه المادة، مادة الاعتكاف، عكف العين والكاف والفاء، أصلها من الحبس، كان يعني مكث في مكان واحد صاحب الاعتكاف، فكلمة عكف وتكف كذا كلها تبع لقضية المكوث في مكان واحد وعدم الحركة وعدم هذا الأصل فيها. لكن في بالنسبة لي اصطلاحا عند الفقهاء، الاعتكاف هو التزام مسلم مميز مسجدا مباحا. إذن لابد من أن يكون مسلما فمن الكافر لا يصح، وأن يكون مميزا فمن الصغير لا يصح. مسجدا مباحا ولا يصح في غير المسجد، عند المالكية لابد أن يكون المعتكف فيه مسجدا، ولا يصح أن يكون في البيت ولا في مسجد البيت كذلك، مباحا أيضا لكل الناس يعني. إذن المسجد الذي في البيت خصصه، وقد تكلمنا أمس عن هذا الموضوع، إذا خصص الإنسان مكانا في بيته وقلنا تنفع فيه حتى قضية تحية المسجد، لكنه لا يصلح الاعتكاف عن مباحا. نعم، بصوم المالكية عندهم لابد من الصيام، فلا ينفع اعتكاف بلا صيام. نعم، بصوم كافا عن الجماع ومقدماته، فلا يجامع زوجته لا ليلا ولا نهارا، لا نهارا باب أولى صيام، لكن حتى في الليل. إذن طيلة أيام الاعتكاف لا يقرب زوجته. نعم، كافا عن الجماع ومقدماته، كذلك حتى المقدمات وليس الجماع، فهذا يؤثر على الاعتكاف فيفسده، لأنه يراد منه الإخلاص الكامل لله سبحانه وتعالى، فلا يقرب مقدمات الجماع أيضا يوما وليلة فأكثر. أقل الاعتكاف عند المالكية ويوم وليلة، فلا يصح قبل ذلك أقل من ذلك. بعض العلماء عندهم ولو لحظات، نعم، لكن المالكية أقل حاجة يوم وليلة. نعم، فهذا هو تعريف الاعتكاف كامل. نعم نعم. طيب شيخنا، حكم هذه العبادة، حكم هذه العبادة هو قضية ليست السنية، عندهم استحباب ترقاش إلى مرقبة السنية، بل إن الإمام مالك أنت يعني ذكر أن السابقين في عصره يعني قليل ما يأتون هذه العبادة، دليل أنها لا تصعد إلى مرتبة السنية، ليست عندهم من السنن ولا من السنن المؤكدة.
ليست من السنن ولا من السنن المؤكدة عندنا. ليست من السنن المؤكدة نعم. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها في العشر الأواخر من رمضان. هي هذه القضية المداومة أيضا فيها خلاف. هو لا شك أنه اعتكف صلى الله عليه وسلم وقد تبعه كثير من الناس حتى كثر الناس في المسجد. لكن طلب منه بعض الصحابة أن نعم يستمر معه في الاعتكاف فيعني انفض هذا الأمر ولم يداوم عليه، ثم بعد ذلك عاوده في آخر الشهر، فدليل أنه ليس دائما على نمط واحد. نعم نعم. وأوقات اعتكافه كانت أوقات مختلفة ليست دائما في نفس الوقت. نعم. والغريب يعني الإمام مالك نفى الاعتكاف عن القدماء. نعم. نعم. من أهل عصره يعني. نعم. كأنها يعني لم تكن عبادة معروفة عندهم ومؤكدة السنية حتى صحيح يقبل صحيح عليها حتى تنتشر. نعم صحيح. طيب إذن الحكم يدور بين قضية الاستحباب وفي بعض المذاهب أخرى قضية السنية ربما يرقى إلى ذلك. نعم نعم. قضية الحكمة من هذه العبادة التي فعلها النبي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفعلها بعض الصالحين. نعم. الحكمة هي تعود النفس عن الانسلاخ عن الأمور الدنيوية. انقطاع كامل من الدنيا. كأن انقطاع كامل من الدنيا. انقطاع كامل تماما. نعم. لدرجة أحيانا بعض المسائل في الاعتكاف عند الفقهاء تتعجب منها. صحيح. لا تسلم على غيرك في المسجد إن لم يكن ملاصقا. قضية غريبة جدا. وإذا حضر الجنازة فلا تصليها معهم. نعم. فلا تذهب إلى مكان حتى قريب في المسجد. تقليل لقضية الخلطة بالناس وكذا. انقطاع لله سبحانه. انقطاع التام عن المخلوقات. نعم. والانفراد في عبادة الله وحده في قراءة القرآن والذكر وما إلى ذلك، حتى إنهم منعوا مسألة تدريس العلم. نعم. قالوا مع أن العلم يعني معروف يعني أحيانا يكون أفضل من العبادة في بعض الأوقات، لكنه في الاعتكاف قالوا لا يعلم أحدا. نعم. ولا حتى القرآن. يعني حتى تعليم القرآن ولا تعلم العلم وقراءة الكتب غير مطلوبة في هذه العبادة. المطلوب فقط هو ذكر الله سبحانه وتعالى والقرآن والصلاة. وهذا نعم. نعم. طيب الله. طيب شيخ نواصل الحديث. نأخذ الأخ نوري من تاجوراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين أستاذ نوري، تفضل. يا أستاذ أنا بنسأل الشيخ على أساس أن أول يوم رمضان. أول يوم رمضان ضرب الجبرة في السحور صار لي هبوط مش افترك. طيب نبي شن الواحد فيه يعني؟ طبعا أكيد بالردة، لكن فيهم فيها مد ولا لا؟ طيب نعطي مد ولا ما نعطيه؟ طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. ماشي شكرا. عفوا. الأخ أبو سراج من الغيران. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من الجبل الأخضر. من الجبل الأخضر. من الجبل الأخضر. مرحبتين بك. الحمد لله. يسلمك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. أريد أن أسأل مولانا. تفضل. عن أمس موضوع أمس في موضوع الصلاة الإمام حتى يفض الإمام أو مشابه. القيام مع الإمام حتى ينصرف. نعم. هناك بعض الأئمة عندما يقول السلام عليكم ويخرج من الصلاة هو نفسه يقوم ويطلع طول يخرج من الصلاة مباشرة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني معليش السؤال الأول حتى نستوضح منك، تقصد بعد صلاة العشاء يطلع؟ هو أن بعض من الأئمة يقول هو نفسه يقوم مباشرة. يقوم بعد اي صلاه تقصد؟ بعد ما يخرج من الصلاه السلام عليكم هو نفس الامام نفسه يقوم مباشره، لا ينتظر معقبات ولا ينتظر المصلين. تقصد على قضيه المعقبات يعني بعد السلام يقوم مباشره؟
الإمام يقوم مباشرة ويخرج وكأنه يعني ما فيش ذات غضب الله وكل شيء بدعة وكل شيء كذا. طيب. الأمر الثاني هو قضية الأذنين اللي شاع عندنا أخيرا في ليبيا والأذنين. أخ أبو سراج انقطع الاتصال به. طيب يا ريت يعيد الاتصال بنا حتى يتم السؤال الثاني لأنني لم أسمعه كاملا. طيب شيخ ذكرتم الحكمة من قضية الاعتكاف أنها انقطاع كامل من المسلم في هذه الأيام المعدودة أو هذا اليوم والليلة لله سبحانه وتعالى حتى أنه ينصرف عن محادثة الناس والسلام عليهم إلا لضرورة كما ذكرتم. قد نسينا أن نذكر في تعريفه بنية أنها عبادة والعبادة عادة تكون لابد من نية. نعم العبادة نعم. ولذلك حتى الأفعال لما قسموها بين عبادات وبين قضية معروفة العلة يعني العبادات هذه لابد لها من نية لا ما تنفع بدون نية. فالاعتكاف تدخل في النية كذلك. نعم. طيب شيخ نبدأ الحديث بشيء من التفصيل عن قضية شروط الاعتكاف. نعم عندها شروط وجوب وشروط صحة. نعم. شروط الوجوب هو ليس واجبا بطبيعة الحال ما عندهاش وجوب في أيوة. كحكم أصلي يعني أيوة. لكنه يجب بالنذر ولا لا شيخنا؟ نعم لا شك في ذلك. نعم وشروط الصحة عندنا الإسلام والتمييز. قد ذكرنا في البداية في التعريف بتاع يعني ذكرنا أن القضية تتعلق بمسلم مميز ولذلك التمييز شرط. نعم والإسلام كذلك شرط. نعم هذه شروط الصحة. نعم فلا تصح من غير المسلم ولا تصح من طفل غير مميز. نعم هذه شروط التمييز. نعم. طيب شيخنا أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة ذكرنا ذلك في الاعتكاف في التعريف وهذا عند المالكية كما ذكرنا لا يصلح أقل من يوم وليلة. ويعني أما المستحب وعند فقهاء المالكية وهو 10 أيام 10 أيام. نعم لكن الصحيح يعني أن يكون اعتكافا صحيحا أقل حاجة يوم وليلة. نعم نعم. هو المعتكف متى يبدأ اعتكافه حتى يضبط هذه المسألة؟ نعم يدخل قبل الغروب ويخرج بعد غروب اليوم الثاني. نعم. طيب أقل مدة الاعتكاف ذكرتم أنه يوم وليلة. قضية من بدأ في الاعتكاف من شرع في الاعتكاف ثم ظهر له أن يخرج من المسجد لغرض ما فما حكم ذلك؟ الخروج من المسجد لا يخرج إلا لضروراته. الضرورات ذكروها للبول والغائط وللغسل غسل الجنابة ولغسل ثوبه إن اتسخ إلى آخره هذه ضرورات. نعم فما لغير ذلك فلا حتى للجمعة لا يخرج إليها ولذلك قالوا لابد أن يكون هذا المسجد مسجد جمعة إذا كان هو سيتخلل أيام جمعة. نعم سيتخلل هذا الاعتكاف موعد صلاة الجمعة فمن الأول يعتكف في مسجد تقام به الجمعة. فإن اعتكف في مسجد لا تقام به جمعة وقد تخللته الجمعة فليخرج ويبطل اعتكافه ويبتدئ من جديد. بطلان يوم من أيام الاعتكاف يقضى أم يعني الأمر فيه واسع لا يجب قضاؤه؟ وهذا يعتمد على قضية إن كان نذرا يقضى لا شك في ذلك. نعم نذر غير معين نظر معين طبعا. لكن أقصد هل الاعتكاف يلزم بالشروع فيه فيلزم قضاؤه ولا لا؟ الاعتكاف أظن يلزم بالشروع. نعم ما لم يشرع فيه لا شيء عليه. ثم إذا ابتدأه فيجب أن يكمله يوم وليلة إذا كان مثلا سيعتكف
ساعات معينة فإنه يكمل اليوم والليلة. نعم نعم. نستأذنك شيخ في هذا الاتصال. أخ محمد من تجورة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤالي بنسأل على ستر الأخ المسجد. ستر الأخ المسلم، طيب. داخل المساجد تعمل. والسؤال الثاني السترة، تقصد سترة الصلاة؟ ايه سترة الصلاة داخل المسجد. ايه داخل المسجد. ايه والسؤال الثاني عندي اللي يلبس في الطب ويغطي في راسه بدون زمالة. السؤال الثاني مش واضح عندي. الغطاء نتاع الراس. غطاء الراس. ايه هم هذول بس السؤالين بس. يعني تسأل عن حكم سترة الصلاة وحكم غطاء الرأس في الصلاة. داخل المسجد سترة، داخل المسجد يستعملوا فيها. طيب أحكام هذين الأمرين. أيوة. طيب جيبك الشيخ إن شاء الله أخ محمد. إن شاء الله. ما شاء الله مبارك فيك. معنا اتصال آخر. أبو سراج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الثاني اللي انقطع الاتصال. نعم. السؤال الثاني هو أن قضية الأذنين اللي شاعت عندنا في ليبيا أخيرا. فالقضية أن الأذان الأول يقام الأذان الأول عند اللي هو محدد بساعة اللي هو عند دخول الوقت. خلاص أذن الأذان الأول معناه الوقت وقت الصلاة الصبح دخل. فالأسف الشديد إن المساجد الغالبية هنا المنطقة الشرقية الله أعلم غرب المنطقة الشرقية الغالبية يرفعوا في الأذان الأول في وقته والأذان الثاني بعد الأذان الأول حوالي 20 دقيقة ويقوموا فيه الصلاة خير من النوم ويقولوا للناس إن الإمساك على الأذان الثاني بينما الأذان الأول هو في وقت الصلاة اللي محدد حتى بالتقويم وبالساعات المنتشرة في المساجد. يعني تقصد أنت اللي حاصل الآن عندك أن هو المساجد الآن تؤذن الأذان الأول وقت الأذان الثاني اللي هو في التقويم في وقته الأذان الأول مش قبل دخول وقت الفجر، تؤذنه وقت الفجر. لا في وقته ويعتمدوا على حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قضية الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. ولكن الأذان الأول هو الأذان اللي هو في التقويم في الساعات المنتشرة في المساجد. الأذان اللي هو في وقت المحدد. طيب إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. أخ أبو سراج، نفع الله بكم وجزاكم الله خير. اللهم أمين. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. الأخ إبراهيم من تجورة، السلام عليكم. من الخمس. اليوم عندنا مشكلة في المدن، معلش. الأخ إبراهيم تفضل. لا قلت لك نبي الشيخ الغد الأول قال لي عنده فوائد في الصلاة. عنده فوائد في الصلاة. طيب يصلي مع كل وقت صلاة. نعم صح. أن يصلي مثلا بالعصر وبعدها نصلي عصر ثاني في بالتيممه. تصلي عصر وعصر ثاني بنفس التيمم. بنفس التيمم هذه صح ولا لا؟ وعصر فائت بنفس التيمم. طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله. اي ان شاء الله. بارك الله فيك وفيكم. بارك الله. أيوة. جزاكم الله خير. الاخ ابو احمد من مصراته، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخ ابو احمد. نحييكم على البرنامج ونود نشكر فضيله الشيخ. بارك الله فيك. مفارس. بارك الله فيك. لا يا اخوي انا عندي سؤال بس معلش. تفضل. على طبيعة عملي نشتغل يعني في قسم يتعامل مع شركات أجنبية. أيوة. وفي بعض الأحيان الشركات هذه تعطيك هدية، تعطيك قلم، تعطيك ساعة بدون أي يؤثر على العمل، يعني ما ليش علاقة بالعمل، لكن هيك تجيب لك ساعة تجيب لك. هل جايز إني نقبلها ولا ما نقبلهاش ولا كيف يعني؟ وأحيانا تعطيك هدية. إيه تعطيك قلم ساعة نحو ذلك، يعني أي حاجة تعطي لك شركة أجنبية تعمل معها يعني من خلال عملك يعني طبيعة عملك. وهذا البروتوكول أخ أبو أحمد يعني يحدث معك جميع الموظفين يعني ولا هو خاص ببعض الموظفين؟ لا على حسب، يعني قصدي أي موظف يقوم بعمل مثلا تابع شركة معينة ممكن الشركة تجيب له هدية تجيب له حاجة، يعني فهمت الفكرة؟ يعني ما مقسم مرة العمل بين عدة جهات يعني بين عدة أفراد يعني. مش الشركة اللي أنت تعمل فيها، شركة أخرى تتعامل معها. لا تعطيك هدايا معها من خلال عمل، من خلال طبيعة عملي في الشركة مثلا، نخدم في شركة معينة نتعامل مع شركات أجنبية.
نعم. طيب كيف اقول لك يعني ما لها تاثير بطبيعه عملي او لها تاثير ان خدمه خاصه مثلا قدم لها خدمه خاصه او قدم لها اي اجراء يعني خاص بها هي يعني خاص بدون الاخرين يعني لا العمل سواسي يعني لكن هي هيك هل جايز ان نقبلها ولا ما نقبلهاش؟ واضح. انت تقصد هل هذا ينطبق عليه قضيه هدايا العمال ولا لا يعني تقبل الهديه ام طيب جيبك الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك اخ ابو محمد. طيب شيخ نواصل الحديث. ذكرتم أن المعتكف إذا نذر إذا شرع الاعتكاف ينبغي عليه أن يتم اعتكافه ولا يصح له أن يقطع ذلك إلا بإحدى بظرف قاهر ويعيده إذا حصل له ذلك. طيب قضية الأمور التي تفسد الاعتكاف. الاعتكاف يفسده الخروج لغير ضرورة كما ذكرنا ويخرجه ويفسده الجماع ومقدماته كذلك ولو ليلا كل ذلك نعم مؤثر على ذلك. فإذا خرج لغير عذر فإن يعني اعتكافه يفسد يبطل. نعم. وكذلك إذا باشر زوجه مقدمات جماعية أو الجماع نفسا بولا فيبطل اعتكافه. نعم. وقضية كثرة الحديث مع الناس وكذا هل هي مبطلة للاعتكاف أم هي يعني من الأشياء المكروهة في الاعتكاف؟ نعم هي من الأشياء المكروهة ولا تبطل الاعتكاف. نعم. طيب معنا اتصال أخت سمية من ترهون. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أخوي الشيخ؟ مرحبتين أخت سمية تفضلي. نبي نسأل الشيخ قول لي عندي أيام هيك من فترة سنة هيك كل ما هو المنصيب نمرض وتو قلت بعد كم رمضان إن شاء الله نبي نقضيهن نعطي عليهن فلوس ولا نصيم وما نعطيش فلوس. كل أنت بعذر يعني تأخرتي عن القضاء. لا يعني الفترة الأولى ما قدرتش نقاوم النصيب نتعب. شو بعدنا علي تو ان شاء الله قدرنا الله بنقضيهن هل نعطي علينا فلوس ولا نصيب بلا قضاء فلوس. طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله باذن الله تعالى. بارك الله فيك وكل عام وانت بخير. وفيكم بارك الله وانت بخير ان شاء الله. طيب شيخنا القضايا المتعلقة ذكرتم أن من مكروهات الاعتكاف كثرة الحديث مع الناس. قبل أن نتحدث عن مكروهات مندوبات الاعتكاف ماذا يندب للمؤمن إذا اعتكف أن يصنع؟ هو عندنا بعض الأشياء لا تبطله ولكنها مكروهة كما ذكرنا يعني الانشغال بالعلم أو بكتابة القرآن أو بإقرائه أو غير ذلك بإقراء القرآن للناس مثلا ولتعليمهم العلم هذه كلها مكروهة ولكنها لا تؤثر في الاعتكاف فتبطله بل اعتكافه صحيح. عندنا من الأمور التي تذكر وأنه لا كما ذكرنا لا يخرج إلا لمرض أحد أبويه أو كليهما. إذا مرض أحد أبويه أو كلاهما فلا بد من أن يخرج. نعم لأن بر الوالدين يعني أقوى في الشريعة الإسلامية من الاعتكاف. نعم ويتحدثون عن موت أحدهما إذا مات أحد الوالدين يخرج لأن فيه جبرا لخاطر الثاني الحي. ما إذا مات جميعا فلا يخرج من اعتكافه. سبحان الله. نعم. طيب شيخنا ذكرتم الاعتكاف مشروع للنساء أيضا. نعم. لا شك في ذلك. وإذا مرض زوج المرأة المعتكفة لا أعرف ذلك لكن يعني هذه خصصوا الوالدين يعني لا أظهر. نعم. لا شك في ذلك. نعم. كما لا يخرجوا لأمر آخر وهو ضروري وهو أداء الشهادة. إذا كانت تلزمه شهادة المحكمة نعم فلا يخرج إليها وإنما كان المفروض على القاضي يبعث إليه من ينقل عنه الشهادة. نعم. لأن هذا مش ضروري أنه هو يمشي يقولها في المحكمة قاضي يقول. نعم. الشهادة. نعم. في المسجد ضروري. أيوة. نعم. طيب شيخنا سأذنك في الأخذ هذا الاتصال. أخ عبد الله من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله. انقطع الاتصال. طيب شيخ هذه كأنها الأعذار المبيحة للخروج من المعتكف.
نعم. وبالنسبة للدين كذلك أداء الدين قال لا يخرج لأداء دينه وإنما يمكنه أن يؤديه في المسجد. كان واحد من دينه وصل موعده فليدفع إليه هذا الدين وهو في مكانه في المسجد. نعم نعم. طيب شيخ نأخذ اتصال الأخت عزيزة من طرابلس. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أخت عزيزة. تفضلي ارفعي صوتك قليلا، انت على الهواء، وتفضلي بسؤالك. ايوه تفضلي انت على الهواء، ارفعي صوتك وتفضلي بالسؤال لو سمحتي. يا شيخ مرة اخذت مبلغ من الوالد. الصوت مش واضح عندي اخت عزيزة، لو ترفعي صوتك قليلا. ما رديت لها، شنو حكمه؟ ماذا؟ أخذت مبلغ من الوالد. أخذت مبلغ من الوالد دون علمه. أيوه بالضبط. طيب يجاوبك الشيخ. طيب نشوف فاصل ولا نواصل طيب شيخنا استأذنك الذهاب إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. حافظ أول ما حافظ القرآن على يدين الشيخ مختار حورية، يعني بدأ من الحمد لله وانتهى الناس. أسس المدرسة القرآنية هذه مدرسة جامع علي محمد في سنة 1972 هو والشيخ بشير مالك. لعب بالكورة وقعد حكام وقعد ناقل بصوته المباريات. قرأ عليه الشيخ دوكالي، الشيخ جمال بومنجل، الشيخ سمير البلعزي، الشيخ عدة مشايخ، الشيخ داود حمزة قرأ عليه. اغتنم الشيخ فرصة من الفرص وقرأ عليه الشيخ الحصري ما تيسر في السيارة وقال لي لماذا لم تسجل أنت ختمة. فمن هذيك من ذاك الوقت قال أني حطيتها في قلبي حتى سخر الله أنني قمت بتسجيل ختمة ولله الحمد. الشيخ سجل عدة حلقات في كيف نقرأ القرآن الكريم، حوالي 350 حلقة من غير الختمة، وسجل عدة تلاوات أخرى. وكان أيضا أي حد يقصد من الطلبة في مصلحة من المصالح الدنيوية وهو عند عليها قدرة لا يتأخر. جالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. طيب شيخ، نشرح في الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ نوري من تاجوراء يقول أول يوم في رمضان يعني خضاء إبرة فصار له هبوط فأفطر، فيسأل هل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء مع دفع فدية؟ لا يجب عليه القضاء فقط. نعم طالما هو مرض يعني فهذا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم ولا شيء عليه شيء آخر. نعم. الأخ أبو سراج عنده سؤالين من الجبل الأخضر. الأول يقول قضية القيام مع الإمام حتى ينصرف، قال هنالك بعض الأئمة يسلم ويخرج فورا من المسجد لا يمكث يعني إلى المعقبات وكذا، فهل هذا أيضا يشمله هذا الفضل الوارد في الحديث؟ هو العلاقة بين المأموم والإمام بقضية السلام. فإذا سلم الإمام يسلم المأموم مباشرة بعده ولا ينتظر منه شيئا، فإن مكث فذاك وإن خرج فذاك أيضا، هذا لا تأثير له. نعم. السؤال الثاني يقول على قضية الأذانين في ليبيا، ويقول شاعت مؤخرا أن تغير عندهم في المنطقة الشرقية وقت أحد الأذانات وهو الأذان الأول، قال صار الأذان الأول يكون وقت الفجر حسب التقاويم القديمة، والأذان الثاني يجي بعدها بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى عشرين دقيقة،
ويقولوا يعني ينتظروا الخيط الأبيض من الخيط الأسود مثل هذه القضايا، فيسأل الناس على أي أذان يمسكون في هذه الحالة؟ والله المفروض أن يعني يشوش عليهم هذا الأمر وأن يمكثوا على الأذان الذي هو موجود في التقاويم. ويبدو لي والله أعلم أن حتى في المنطقة الغربية أيضا موجود هذا التشويش. يغير الأذان في المساجد، فيها أن الأذان الأول لإيقاظ الناس من نومهم وغير ذلك في السدس الأخير من الليل، السدس معناها تقسيم ستة، فيعني الأذان الثاني وقت دخول الفجر بالفعل، يعني ماش بعدها لا يأكل لا يشرب لا أي حاجة. نعم هذا الأصل. يعني تغيير مثل هذه الأمور يسبب تشويش على الناس وتغيير لما اعتادوه، لا لزوم، ممكن يفسد عبادة بعض الناس، لا لزوم لها. نعم الله المستعان. الأخ محمد من تاجوراء يقول يسأل عن سترة الصلاة، حكم سترة الصلاة في المسجد وغطاء الرأس. أما بالنسبة لسترة الصلاة في داخل المسجد لو استعملت لا لا لا, لا, لا أثر ذلك على المصلين، ولذلك لا تعمل السترة في المسجد. نعم، ولكن هو إن استطاع أن يكون بجانب سارية أو شيء من القبيل من يدخل لتحية المسجد فذاك أحسن، وإذا لم يفعل هذا لا شيء عليه أيضا. أما إذا كان أخذ كل من دخل المسجد سترة فإن المسجد لا يتسع إلى أهله. نعم لكن الأصل في السترة هي الندب في الصلاة. نعم مندوبة. نعم للمنفرد. نعم بالضبط للمنفرد. ولذلك يعني بالنسبة الذي لا يظن أنه يمر من أمامه أحد فلا يلزمه ذلك، لا يسن في حقه ولا يستحب. نعم. قضية غطاء الرأس. غطاء الرأس يعني أكثر العلماء عندهم مندوب. نعم هذا حكمه. وأيضا الرداء في الصلاة ولا خارج حتى خارج الصلاة؟ في الصلاة. في الصلاة. والرداء كذلك، ويتأكدان في المسجد. نعم. الرداء هو يعني العباءة وكذا، هذا خارج زائد على القميص. زائد على القميص، حتى الجارد يعتبر رداء في هذه الحالة. طبيعة. نعم. الأخ إبراهيم من الخمس يسأل يقول عنده فوائد في الصلاة، هل يصح أن يصلي العصر وعصرا فائتا بنفس التيمم؟ لا، عند المالكية التيمم لا يصلح إلا لصلاة واحدة. نعم، لكن في قول في هذه المسألة. فأنا أرى أن يتيمم لكل صلاة. نعم. التيمم يسير، ما هوش ما فيش تلك أيوة. يسير التيمم، ما فيش يأخذ وقتا أيضا. الأخ أبو محمد من مصراتة يقول يعمل في شركة أجنبية، أو عمله يعمل في قسم يتعامل مع شركات أجنبية، وأحيانا هذه الشركات الأجنبية تعطي هدايا لبعض الموظفين الذين يعني يتواصلون معها وعندهم بها علاقة ويقومون لها بعض الخدمات، فيسأل عن حكم مثل هذه الهدايا التي تعطى لهم، يعني يقول هدايا خفيفة، قلم مثلا، ساعة أو شيء من هذا القبيل. إذا كان ينعم كما ذكر كانت أمورا خفيفة لا تؤثر على الناس في تعاملهم. هو أهم حاجة قضية الاستقبال، المستقبل، هل له تأثير هذا في معاملة هذه الشركة ولا تأثير له؟ تخليه يعني يدير بعض القضايا أيوة غير قانونية وكذا. أيوة. أما إذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فلا حرج عليه في أخذ هذه الهدية. نعم، خصوصا إذا كان أمور تافهة. نعم كما ذكرتم. نعم، يعني بروتوكول، بعض الشركات بروتوكولات هكذا تعطي بعض الهدايا للعلاقات العامة وكذا. ماشي من نظام. الأخت سمية من ترهونة تقول عليها أيام من رمضان الماضي وكلما حاولت تقضي تتعب في القضاء فتفطر، والآن هي تنوي أن تقضيها بعد رمضان هذا، فتسأل هل عليها فقط القضاء أم القضاء مع دفع فدية؟ لم نفهم منها هل كان لديها يعني وقت لقضاء غير عذر، يعني في قبل رمضان بعدد الأيام، إذا كان يمكنها ذلك وفرطت فعليها الفدية. أما إذا كانت الأعذار تتابعها حتى دخل رمضان فلتقضي هذه الأيام بعد رمضان ولا فدية عليها. نعم.
الأخ أحمد يسأل يقول شخص لا يستطيع الصوم، يعني عنده مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام وليس قادرا على دفع الفدية أيضا، فماذا يلزمه في هذه الحالة؟ هي كما ذكرنا أكثر من مرة الفدية استحبابية وليست واجبة، إذا ليس عليه شيء. نعم. الأخت عزيزة من طرابلس تقول أخذت مبلغا من والدها دون علمه، هذا خطأ كبير. نعم. فتستغفر الله سبحانه وتعالى وترد هذا المبلغ. ترد حتى من دون علم، يعني مش ضروري تبلغ. نعم. بذلك مش ضروري تبلغ، لعل هذه القضية لعلها تؤثر عليه وتؤثر على علاقتهما، فإذا لم يكن ذلك فلا بأس أن تعتذر إليه. أحسن. نعم. أم عبد الرحمن تقول هل نزول الدم بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام يفسد الصوم والصلاة وقراءة القرآن أم لا؟ نعم، ما لم يفصل بين الحيض والحيض الثاني 15 يوما فهو تابع للأول، لكن هذا تعتمد على كم هو الأيام التي هي عادتها، فإذا النظر دائما لعادة، فهل زادت مثلا أيام الاستظهار على هذه الأيام أو لا؟ مثلا كان عادتها 5 أيام فبقيت 8، معنى ذلك أن العادة تغيرت فأصبحت 8، ففي المرة الثانية تصل إلى 8 وتستمر بعدها 3 أيام وتصبح 11 يوما إلى أن تكمل 15 يوما. أما إذا كانت الطهارة بين الوقتين للدمين 15 يوما فهذا حيض جديد. نعم. طيب شيخنا نستأذنك في أخذ هذا الاتصال. أخ زياد من طبرق، السلام عليكم. سلام، مرحبا. مرحبتين، تفضل أخ زياد. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ مرحبتين بك. مرحبتين، أهلا وسهلا. تفضل سؤالك أخ زياد، ويريد تسمعنا من الهاتف لأن فيه صدى في الصوت. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله. كل سنة طيب يا حاج. تفضل اخ زياد سؤالك لو سمحت. نسمع فيك، قلت لك كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير ان شاء الله، تفضل. ونبو الشيخ الله يدعي البلاد بالصلاح والهداية، وان شاء الله ربي يهدي الناس والبلاد ووحد الصف ان شاء الله. امين، اللهم امين، بارك الله فيك اخ زياد. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير ان شاء الله. طيب شيخنا، احد الاخوه يقول مقيم في دوله اجنبيه واجرى عمليه جراحيه على الامعاء، ولان الجرح داخلي في الامعاء يحتاج الى فتره زمنيه لا تقل عن 4 أشهر حتى يلتئم الجرح، تم تركيب كيس خارجي ملتصق بالبدن يتم فيه تجميع الفضلات وكذلك يتم خروج الريح من خلاله، وهذا الأمر لا يمكن التحكم به أو إيقافه. سؤاله هل هو عن الوضوء، هل يجب الوضوء عند كل صلاة وهل يجب تنظيف الكيس أيضا وإفراغه عند كل صلاة، علما بأنني أقوم بهذا الأمر حاليا بناء على ما اطلعت عليه من بعض الفتاوى وباعتبار أنني موجود في المنزل خلال فترة التعافي، ولكن سيكون من الصعب القيام بهذا الأمر في حالة العودة إلى العمل والبغاء ساعات طويلة خارج البيت، وخصوصا قضية تنظيف الكيس، هل يجوز لي الصلاة دون تجديد الوضوء وإفراغ وتنظيف الكيس أم لا، وهل يجوز لي الجمع بين الصلوات أم لا في هذه الحالة؟ الجمع بين الصلوات جائز، خصوصا الجمع الصوري بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا جائز. نعم، يعني يؤخر صلاة الظهر إلى آخرها ويصلي وقت العصر أولها، فهذا جائز. نعم. أما بقي مسألة تنظيف الكيس، يعني إذا كان هذه قضية لإمكانية، النجاسة هل إزالتها واجبة وإلا سنة؟ عندنا القولان في المذهب. نعم، قولان في المذهب، والأصح منهما هو الوجوب، ولكن الصلاة عند الضرورة كما ذكر الأخ هذا لا بأس إن شاء الله صلي، يعني يتحرى ما استطاع ولما يستطيع وليس عليه شيء غير ذلك. نعم. معنا اتصال الأخ عقيلة من بنغازي، السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضل أخ عقيلة. السلام عليكم. قلت لك نسأل شيخنا على المسواك في النهار. السواك في النهار، طيب جيبك الشيخ. إن شاء الله تعالى أخ عقيلة، مولود
ايوه نعم. السلام عليكم. تفضل. من زواره. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. مرحبتين بك. شو الامور؟ شو الاخبار؟ باهي. الله يسلمك، بارك الله فيك. الحمد لله، كل سنه وانت طيب ان شاء وانت الله. وانت طيب ان شاء الله، بارك الله فيكم. والله عندي سؤال. عندي انا الحاجه العمر بتاعها تقريبا في 100 تقريبا، 100 ما فوق. ما شاء الله. وصامت يوم. اخ مولود انقطع الاتصال. طيب، يعيد الاتصال بنا ان شاء الله حتى نجيبه. احد الاخوه شيخنا يسال عن، يقول يسال عن صحه عمله، يخرج صدقه الافطار في رمضان ويضع بعض الملصقات على الاشياء بنيه التذكير بالله، بذكر الله، هل في ذلك اثم عند التخلص من هذا الملصق بسبب وجود اسم الله فيه؟ هو يعني بعث حتى صورة من الملصق مكتوب فيها أن يسبح عشرا وأحمده عشرا وكبر عشرا ثم ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، توضع على الأكياس، لواصق توضع على الأكياس وتوزع على الناس، فيسأل هل هذا مثل هذا العمل فيه إثم، خاصة إذا تهاون به بعض الناس وتخلص منه؟ الظاهر نعم، والله لا يحب لأحد أن يكتب هذه الأشياء على الكؤوس التي عادة يتهاون فيها الناس أكثرهم، أقول نعم، ولذلك أحسن يتخلص منه، بارك الله فيه. نعم. معنا اتصال أخ وليد من الخمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ يا مرحبا، تفضل أخ وليد. بارك الله فيك. عندي سؤال بخصوص الدعاء ما بين التسليمات في صلاة التراويح. في دعاء ما ويقولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. معروف نعم. هذا نبي حكمه بدعه او لا؟ طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله، والتاكيد حتى على الدعاء ما بعد الصلوات ان شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك، وتبينها للناس. الدعاء بين الصلوات تقصد بصوت عالي ولا الدعاء فقط هكذا؟ الدعاء، لا دعاء الإمام، الإمام يرفع دعاء الإمام بعد الصلوات. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله بإذن الله تعالى، بارك الله فيك. الله بارك الله فيك. معنا مكالمة أخرى. من؟ مفتاح من طرابلس. السلام عليكم. سلام الله، نهارك طيب إن شاء الله. نهارك طيب أخ مفتاح. إن شاء الله ربي يحفظ البلاد والأباد. آمين يا رب. نبي نسأل الشيخ، عندي زوجتي أنا حامل في الشهر الرابع. تمام. طيب. وهي ترجع بكثره في رمضان، ترجع هي يبطل الصيام نتاعها ولا عادي؟ ما عادي تكمل في الصيام، عادي ماشي امورها يعني. طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله، تسمع التفصيل في هذه المساله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب وفيكم بارك الله. شيخنا الاخ عقيله من بنغازي يسال عن حكم استعمال السواك في نهار رمضان. السواك؟ نعم. السواك جائز عند المالكيه ليلا ونهارا، ما لم يخاف أن يتحلل منه شيء في النهار فيصل إلى حلقه، أما إذا كان جافا لا شيء في ذلك وهو مندوب دائما نعم في رمضان وغيره. نعم. الأخ وليد بن الخمس يسأل عن الدعاء المشهور بين الصلوات، صلوات التراويح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا، حكم هذا الدعاء هل هو بدعة أم لا يسأل؟ وكذلك الدعاء بعد الصلوات، لأن يدعو الإمام بصوت عال ويؤمن خلفه المأمومون. هذه المسألة دائما يعني شغلت الناس من قرون ماضية، واختلف الناس فيها اختلافا كبيرا، وصارت حتى بعض الفتن وتعب الناس فيها، وما يجب أن يتعبوا. نعم. فالمسألة يعني البدعة هذه إذا كان هي شيء مقرر ليس بدعة، وإذا كان هي من إحداثات الناس ونسبوها إلى السنة ورتبوا عليها أجورا أو أفضلية أو غير ذلك فهذه عين البدعة. أما إذا عملت هكذا وخلاص ولا يقصد بها صاحبها ولا من يتبعه أن لها ثوابا معينا وأنها في نعم تختص بكيفية معينة فلا شيء في ذلك. نعم. وقضية الدعاء بعد الصلوات المفروضة. بعد الصلوات هذه صارت عليها ضجة في الأندلس. نعم في عهد. صار قديمة القضية مش الآن. ابن عاصم نعم، من عهد ابن العاصمية. عهد ابن عاصم. نعم. صار ضجة وراسل بعض العلماء الناس في سلا في المغرب أو وهي بعيدة عنهم. وراسل ابن عرفة في تونس أيضاً.
فهذا لما الناس يكثر سؤالهم أكثر من اللازم عندما يعني يكون هناك فراغ. وهذا الذي حدث في مسألة ابن عاصم. نعم. وما رأي ابن عاصم فيها وابن عرفة؟ ابن عاصم ضد قضية الدعاء بصوت عالي. نعم. لكن بعض العلماء في عصره كان مع الدعاء. يعني المسألة مختلف فيها والأمر فيها واسع، ما ينبغي أن يحدث فيها. هي مسألة اجتهادية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو ولم يرد أنه دعا بهم بعد الصلوات بالذات يعني. لكن المسألة ليست خطيرة ولا نقول أنها محرمة ولا غيرها. وإمام مالك ذكر في أو نقل عنه القرافي في آخر فرق من فروقه على أن عمر بن الخطاب استشاره بعض الأئمة في عصره وهو خليفة أن يدعو بالناس فمنعه. نعم. لكن مش المنع معناها متاع محرم والله. نعم. رأى له غير ذلك. نعم. أكثر ولا أقل. نعم. ومش ممكن يستأنس عن بعض القضايا بقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من المواطن التي يجاب فيها الدعوة عقب الصلوات المفروضة يذكرها بعض العلماء في ذلك. نعم، قالوا إذا كان المسألة يعني دعاء الإنسان لنفسه. أما الموضوع المبحوث هو أن يدعو الإمام ويؤمن عليه المأمومون. هذا نعم، هذا اللي حصل فيه الخلاف. هذا اللي حصل فيه. نعم. الأخ مفتاح من طرابلس يقول زوجته حامل ويكثر منها قضية القيء اللي يصاحب الحمل، فيسأل عن حكم صيامها، هل صيامها صحيح أم لا؟ القيء إذا لم يرجع منه شيء فالصيام صحيح، لا تأثير له على الصيام أبدا. وإذا رجع منه شيء فعليها أن تحصي تلك الأيام وتقضيها بعد أن ينتهي رمضان إن شاء الله تعالى. نعم. أحد الإخوة على الفيسبوك يقول رجل طلق زوجته ويدفع مؤخر صداق شهري بالإضافة إلى نفقة أبنائه، فلا يبقى من مرتبه المتواضع إلا مبلغ صغير جدا، وهو بحاجة لدفع إيجار مسكنه، فهل يجوز له أخذ المساعدة والصدقة باعتباره محتاجا وغارما؟ والله ممكن. نعم، هذا يعتمد على كثير من الأمور. نحن لا نعرف ظروفه بالضبط يعني، لأن أحيانا يعني الإنسان يذهب إلى أن فلانا محتاج وهو غير محتاج في حقيقة الأمر. فالمسألة تعتمد يعني إذا كان فعلا بالطريقة التي ذكرها في سؤاله فنعم يجوز له أخذ الزكاة. نعم. نعم. الأخ حمزة يسأل أن أخذ مضاد حيوي في الوريد، هل يفطر من أجل هذا أم لا؟ لا يفطر الإبرة بتاع الوريد هذه، لا تأثير لها على الصيام. نعم. طيب، الأخت بسمة تسأل عن كيفية السجود عند قراءة آية فيها سجدة، وإذا لم أسجد عقبها هل في ذلك شيء أم لا؟ لا، هو السجدة هذه يعني حكمها السنية، وبعض العلماء يراها مستحبة. فإذا تركت لا نقول إنها ارتكبت حرمة، لا شيء عليها، ولكن فعلها أفضل. نعم. حتى إنهم تحدثوا عن إذا كانت هي جنبا، عفوا، إذا كان هو على حالة أصغر على غير وضوء ولا تستطيع أن تسجد ووصلت إلى الآية التي فيها السجدة، بعض العلماء يقترحوا أن تتخطى تلك السجدة، إن لم تقف عندها لوقت آخر تتخطاها فتقرأ الذي بعدها. نعم. نعم. والمسألة فيها اتساع. نعم. لا حرمة فيها. نعم. طيب شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بارك الله فيكم شيخ.